جالي جواب في البوسطة بيقول لي تقدر تشتري من عندنا 12 انش بيتزا، يعني 12 انش يعني بيتزا سمول صغيرة ببلاش عليها وان توبينج، علشان انت لسه معزل عندنا جديد. اهو اور ويلكم جيفت تو الصديق، تو ذا صديق، يعني عائلة الصديقي ده جيفت صديقي. تاخد بيتزا كاري اوت او داين ان اونلي، وهنجرب بقى نشوف هل فعلا انا داخل واقف قدام المحل اهو، فهنشوف ايه اللي هيوافقوا فعلا ولا لا. تعالوا نجرب نشوف. Hello. How's it going? I just received this for a free pizza. Okay. Is that... We'll help you out right over there at those right. Thank you. Hello, how are you? You ordering or picking up? No, I wanna check about this. I received this for a free pizza, is that right? That is right. Okay, can I get it? You wanna do it for here or to go? To go, please. You got it. Thank you so much. What topping would you like on it? What's the choices, sir? Oh, what's your favorite? There's a bunch. Nope. Spinach. I got spinach. Or artichoke. I got both. I'll take artichoke. Artichokes? Yes, sir. Got it. Do I get to eat this for the next time? Anything else, boss? No, I'm good. Thank you so much. So your total is zero. Awesome. Thank you so much. The total is zero. I really appreciate that. Thank you so much. Yes, sir. Take a menu with you. Okay, I sure will. وفعلا قبل السيرتيفيكيت وقال لي التوتال بتاعك صفر وده المحل بتاعهم وهيعمل لي البيتزاية. How long is it gonna take? About 10 minutes. 10 minutes? Yep. Can I go to Walmart and come back after 20 minutes? Is sure, that okay? Awesome, thank you so much. Awesome, thank you so much. Yeah. Try ravioli and salt. وفعلا قال لي هتخلص كمان 10 دقايق تعالى خدها. مش هدفع حاجة، وفعلا هاخد سمول بيتزا وهوريها لكم لما اجي اخدها كمان 10 دقايق، وقال لي التوتال بتاعك زيرو. فبيتزا هي شكلها كويس، فقلت له ايه التوبنج، لان هي عليها سمول بيتزا وعليها واحد توبنج هديه، فقلت له عايز عليها خرشوف او سبانخ، قال لي عندي الاثنين فاخترت خرشوف، لو عايز ازود طبعا هدفع، فانا حبيت اخدها ببلاش خالص اللي هو ايه فري ميل يعني، فاهم؟ بس اسمهم ارموس بيتزا وناس شكلهم كويسه، فهندوق البيتزا بتاعتهم تمام ونقول لكم. ده كده حاجه، ده مش نصب والله، دي حاجه فعلا جات لي في البوسطه. عارفوا منين ان انا عزلت هنا؟ وبيقولوا لي تعالى جرب البيتزا بتاعتنا، هتاخد اول واحده مجانا من مكتب البوسطه، لان انا لما غيرت عنواني على هنا، انا بقضي الصيف هنا، فغيرت عنواني عشان لو جات لي جوابات تجي لي على هنا. فعرفوا من مكتب البوسطه مين اللي نقل في المدينه جديد، فبعتوا لي الكوبون ده باسمي، باسم الصديقي. وفعلا وفعلا انا جاي علشان اخد البيتزا، وادي ارموس بيتزا، وهشوفكم لما اجي، هسجل لما اجي اخدها واديكم البيتزاية بالخرشوف. يلا بينا. ورجعنا تاني لاروماس بيتزا، والمفروض تبقى البيتزا بتاعنا خلصت. هنشوف بقى ايه هيدوها لنا، شكلها ايه ووريها لكم. هاي، اي هاف ا بيك اب. يس سير. Hi. What can I get for you? I have a pickup, El Sadiqi. Oh, there you go. Thank you. This is the free pizza? It should be. Has the artichoke? Yep, it is. That Thanks is? So much. This is a small appreciation. Thank you so much. Oh, well, thank you so much. Thank you so much. Thank you. You got it? For you. That looks good. Oh, my God. Thank you. Yes. Well, welcome to the neighborhood. Thank you so much. Appreciate thank it. You. Thank you so much. All right. Bye-bye. You're welcome. وفعلا خدت البيتزا، حاطين لي عليها خرط خرشوف وخدتها وماشي. انا اديت لها 2 دولار تيبس كده، قلت لها دي حاجه كده بسيطه علشان تعبكم معانا طبعا، يعني ذوقيا بس، مش عشان هي ببلاش يبقى انا فاهم. وطبعا هي بيتزا سمول صغنطوطه، بس طبعا اتس سمثينج، يعني حاجه بفلوس انت بتاخدها ببلاش خالص، فطبعا كتر خيرهم. وقالت لي ويلكم تو ذا نيبرهود، اللي هو يعني اهلا بيك في جيها منطقه وحاجات كده بس. فهناخدها بقى ونطلع البيت نقزقزها. فري لانش توداي، النهارده الغدا عليهم. يلا باي. اوكي، تمن البيتزايه دي مكتوب بلين تشيز بيتزا، والصوص اللي هي ال 12 انش دي تمنها 9 دولار تمام، والتوبنج ده اللي هو التوبنج الواحد بدولار 25، يعني البيتزايه دي تمنها بالظبط 10 دولار وربع بالضرايب، 10 دولار وربع بالضرايب، يعني مثلا حوالي 12 دولار 12 وشويه تمام. خدناها النهارده فري لمجرد ان انا ايه نقلت بس في المنطقه هنا، فطبعا غيرت عنواني، فبتاع
البوست قايل لهم ان انا بتاع البوست يعني قايل لهم ان انا جاي جديد, فكل الناس اللي بتيجي جديده مثلا ممكن تاخد فري بيتزا او بيجي لهم كوبونات وحاجات كده. تمام, بس فتعالوا بقى ندوقها ونشوف البيتزا بتاعتهم حلوه ولا لا. بسم الله نشوف. عايز اقول لك بص من تحت محروقه ورقيقه جدا, يعني هو واخد مثلا عجينه البيبي عارف عامل ايه. مش طايله بالخرشوف, حلوه. وطبعا البيتزا ما تكملش الا اذا كان معاها حلوه. بس انا ادفع فيها $13؟ I don't think so. بس هي كفري ما لهاش حل طبعا. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي.